السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة المهدي الفضائية أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم في هذه التغطية الخاصة عن هذه الخيمة المهدوية المباركة التي دعينا إلى أن نتواجد في هذه الخيمة وننقل لكم ما يدور في داخل أروقة هذه الخيمة. طبعا من خلال القائمين على هذه الخيمة سنتعرف عن ماهيتها وعن الفقرات التي يمكن أن تحويها هذه الخيمة المباركة. أقام مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بالتعاون مع جامعة الكفيل فكرة مهرجان مهدوي ثقافي توعوي تحت عنوان الخيمة المهدوية. الخيمة المهدوية فيها عدة فقرات، هذه الفقرات تتراوح بين فقرات تهدف إلى ترسيخ الوعي والثقافة والفكر، نشر الفكر المهدوي، وهنالك فقرات تهدف إلى تقوية الربط الروحي والقلبي للشباب مع إمام زمانهم. فكرة الخيمة أنها سوف تكون إن شاء الله متنقلة بين الجامعات، بداية بدأنا إن شاء الله في جامعة الكفيل، وبعد ذلك إن شاء الله سوف نتنقل إلى جامعات أخرى في داخل النجف الأشرف، وبعد ذلك إن شاء الله خارج النجف الأشرف. من ضمن الفقرات هناك مثل مسابقة مهدوية تحتوي على 14 سؤال، ويوجد كود يمكن مسحه بجهاز موبايل للطالب، هذا الكود سوف يربطه بموقع المركز، وهناك سوف يجد قائمة فيها مجموعة كبيرة من المعلومات المهدوية، هو سوف يبحث عن أجوبة هذه الأسئلة في تلك القائمة، وبالنتيجة سوف يطلع أكثر وأكثر على المعلومات المهدوية. وهناك جوائز طبعا مقدمة من رئاسة الجامعة، وهناك فقرات أخرى مثلا فقرة التحدي عبرنا عنها، وهي أنه يقدم للطالب ظرف مختوم فيه أفعال معينة تدخل السرور على قلب صاحب العصر والزمان، فإذا كان الطالب أهلا لأن يتحمل المسؤولية ويفتح هذا الظرف، وإلا إذا لم يكن مستعدا للالتزام فلا يفتح الظرف. طبعا إذا فتح الظرف لابد أنه يتحدى نفسه طبعا ويلتزم بهذا الفعل المعين. أردنا أن يكون إقامة المشروع بأيدي طلبة نفس الجامعة، لم نرد أن تكون هناك جهات أخرى مثل الموظفين أو أشخاص من المركز أو أشخاص، لا، هم نفس طلاب الجامعة، نريدهم أن يكون هم القائمين، هم الذين يوزعون المسابقة، هم الذين يشرحونها يعرفونها، هم يقومون بهذا المشروع. طيب. فطلبنا من الأخوة في الإرشاد إرشاد الجامعة يرشحوا لنا 5 طلاب يكفي لهذا الأمر. الذين ترشحوا من الطلاب هم الذين قدموا وسجلوا أوقاتهم واشتركوا في مجموعة أسسناها قرابة 70 طالب، هؤلاء فقط الذين يريدون أن يشاركوا ويكونوا من القائمين على هذه الخيمة، فضلا عن الطلاب الآخرين الذين يشاركون في فعالياتها ولا يكونوا من القائمين عليها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنت أكيد أحد المتطوعين في هذه الخيمة. أحد المتطوعين في هذه الخيمة، نعم. شلون تم قبولك بهذه الخيمة كمتطوع؟ تم الإعلان عن هذه الخيمة وتقرر أن نشارك معهم، والاتفاق مع المؤسسين لها، واتفقنا ضمن الفقرات وتم توزيع على هذه الفقرات. تم تدريبك على كيفية يعني القيام بهذا العمل؟ اي نعم، تم تدريب ونزلنا كل المعلومات الخاصة بهذه الخيمة، ومشكورين المؤسسين والراعين لهذه الخيمة. تمام. انا ارى في هذه الخيمة ان هناك عدة فعاليات، من ضمن هذه الفعاليات فعالية اللي تقف انت والاخت هنا في هذا على هذا يعني الجانب،
نوه للجمهور ما هو عملك وما هو نوع الفعالية مالتك؟ فعالية اختبر معلوماتك، مجموعة من الأسئلة السريعة، هذه الأسئلة اللي جاوا عليها نعطي هدية ستيكر كذكرى إلى مقدمة تحمل شعار واسم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. شلون شفت التجاوب من قبل الطلبة؟ التجاوب كبير جدا، جزء كبير من الطلبة ابتدوا منذ الساعات الأولى لانطلاق هذه الفعالية، ونجد إقبال كبير على كل الفقرات. لكل عمل هناك مغزى، ما المغزى من قيامك بهذا العمل؟ ترسيخ وإعادة بث من المفاهيم الخاصة عن الإمام المهدي. عدة فقرات كانت فقرات روحية ترتبط بعلاقتنا بالإمام المهدي، وليس فقط أنه تكون أسئلة معرفية عن الإمام المهدي. إيش قد نسبة الإجابات الصحيحة تقريبا؟ تقريبا 90% كانت إجابات صحيحة. جميل. 90% كانت إجابات صحيحة الحمد لله. فرحان بهذا العمل؟ أكيد أكيد فرحان، إن شاء الله هذا ينال مقبولية عند الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. إحنا مقصرين كثيرا تجاه المولى عجل الله تعالى فرجه الشريف. عزيزي، هذه الفقرة عبارة عن تحدي يوجد في هذا الظرف، والتحدي مختلف من ظرف إلى آخر، وتكون ملزم بهذا الظرف بينك وبين الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه. نوع التحدي قد يكون الالتزام بدعاء الفرج لمدة 5 أيام، أو الالتزام بالصلاة بوقتها، أو مساعدة فقير. عند فتحك للظروف عندك سوف تكون ملزم به. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكيد أنت من ضمن الفريق اللي تم اختياره للمشاركة في هذه الخيمة. أنا أحد طلبة كلية التقنيات الطبية والصحية اللي تم اختيارنا أن نقوم بالفعالية الخيمة المهدوية، وبدوري أصبحت مسؤول على فقرة التحدي. وهذه الفقرة هي عبارة عن تحدي موجود في هذا الظرف يكون الشخص ملزم به بينه وبين الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه. هذا التحدي مختلف من ظرف إلى آخر، قد يكون الالتزام بدعاء الفرج لمدة أسبوع، أو الالتزام بصلاة الليل، أو الالتزام بصلاة في وقتها، أو مساعدة فقير. وهذا الشخص الذي يفتح المظرف سوف يكون مسؤول ما بينه وبين الإمام صاحب العصر والزمان. هذه كل الفقرة المسؤولون عنها، وتتنوع الفقرات الأخرى من فقرة التحدي، من فقرة السؤال، وكذلك يوجد معرض للكتاب. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكم. فقرتك كلش يعني حساسة، شفت إقبال من قبل الطلبة؟ حقيقة لاحظت إقبال من قبل الطلبة، وأغلبهم قبل التحدي، ويعني بعضهم أصلا يخجل يرفض أنه ما يتحدى نفسه، لأنه في الأخير هو محصل الإمام صاحب العصر والزمان لزيادة ارتباطه أكثر. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم، وأن نكون عند حسن ظن الإمام صاحب العصر والزمان. ألا تستشف من خلال هذا يعني وقفة الطلبة بأن الانتماء الحقيقي للإمام المهدي عليه السلام موجود فطرة بالفطرة لكل الطلبة وكل إنسان شيعي؟ هذه الفطرة موجودة، ولكن ربما الوضع العام، ربما هذه التحديات وهذه التطورات أخذت من أبنائنا الكثير. هل تعتقد بأن مثل هذه الفقرات هي التي تعيدهم إلى جادة الصواب؟ يعني فطرة الإنسان السليمة لم تشوه، بل إنما تكتسب بعض الأمور السلبية التي تشوهها. اليوم نلاحظ الطلبة بمقاماتهم، المجموعة الطبية، باقي الأساتذة أيضا أقبلوا على هذه الفقرة، وخصوصا الإنسان المؤمن عندما يدعن للحق سوف يستجيب له، إذ قوة الحق يعني هي قوة ذاتية تستمد قوتها من نفسها بغض النظر عن الظلمات التي قد تزداد. الإنسان مجرد أن يذعن للحق سوف يطيعه، وهذه هي فطرة الإنسان السليمة التي فطرها الله سبحانه وتعالى عليه. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. أهلا وسهلا. ربما فاجأتك في هذا اللقاء، ولكني رأيتك تطلع على هذه الكتب وفي هذا الجناح الخاص لعرض الكتب. نعم، نريد أن نأخذ رأيك في هذه الخيمة، أراك منشغفا يعني لتعرف ما هي يعني هذه الفقرات في هذه الخيمة. والله هذه الخيمة فد تعتبر طفرة ونوعية جيدة لتقديم الأفكار حول هذا الموضوع، هو موضوع يعني مملوء بالشبهات ومملوء بال، فأشوف العناوين الموجودة كفء لهذه
الأفكار المطروحة، خصوصاً يعني موضوع معقد وشغلات مختلفة حول هذا الموضوع. يعني باعتقادك هذه الأفكار وهذه يعني هذا العرض يفيد الطلبة في هذا الوقت؟ يفيد الطلبة جداً، يفيد الطلبة. شكراً أستاذنا الكريم. إذن أحبتي المشاهدين الكرام، كنا معكم في هذا في هذه الخيمة وفي هذه التغطية، نقلنا لكم ما يدور داخل أروقة هذه الخيمة من نشاطات مهدوية أقيمت لإطلاع الطلبة على الثقافات المهدوية المتعددة. إذن كنا معكم وهذه التغطية، إلى تغطيات أخرى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.